خبرني قد ايه كان عمرك وقت اكتشفت انك بتعزف على الطبلة؟ اكتشفت الموهبة عندك؟ يعني انا بتذكر من انا وصغير بلشت انا والطبلة سوا، صارت شيء يعني صارت شقفة مني. هلا بلشت وقتها كان عمري 4 سنين اعزف على طبلة، طبعا اهلي ساعدوني كثير وكنا بجو الموسيقى بالبيت، مشان هيك انا وخيي الي كمان بعزف على الاورج. فابتديت وبلشت معي من انا وصغير، يعني حياتي كانت انه كل يوم معود عليها لحديت هلا. يعني طب ليه طبلة؟ خيك بيعزف على الاورج، انت ليه ما بعرف طبلة؟ ما بعرف، انا بي بتذكر كان يقول لي انه كل يعني يكون حاملني كل ما اشوف طبلة معلقة قال له هيدي بدي اياها، لحتى جاب لي طبلة صغيرة وبعدين شافني انه حبيت انه دق عليها. هلا ما بتذكر انا مزبوط وقتها بلشت يعني اول مره، بس بتذكر طبعا يعني اشياء بتذكر اكثر شيء وقتها كانت تكسر الطبله وابكي يروح يجيب لي وحده ثانيه، ازعل كثير. يعني غيرك يمكن بعمرك بيزعل اذا كسر شيء لعبه لإله، سياره، شيء شغله، انت على الطبله اكيد. اذا انكسر الطبله بالليل بدي طبله ما في، يعني يروح الزلمه يفتح المحل حتى يجيب لي طبله. انا يعني كنت ابكي اذا كسرت باربيتي ام لعبتي، عرفت؟ فكنت ازعل. روني خبرني ليش تركت باستوديو الفن؟ انه مش دغري فتت بهالمهنه، حبيت انه تشترك باستوديو الفن عام 88 ما هيك؟ مزبوط عام 88. انا كنت حابب بصراحه قبل ما كنت اعرف شو هو استوديو الفن، يعني كنت حابب اشترك بليله حظ بتذكر، و عن جد اللي ساعدني كثير يلي شاف مسيو اسمر اول شيء هو جان رعد، الشاعر جان رعد. نعم. انا اشتقت له كثير على كل حال وبوجه له تحياتي. هو يلي قال لي فيه انه باخذك عند مسيو اسمر ونشوف اذا فيك تطلع بليله حظ وهيك. مسيو اسمر نصحه انه اجى على استوديو الفن. كان بعد طالع جديد، انا قلت شو استوديو الفن وهيك، انه احب اطلع انا اعمل شو، ما كنت عارف شو استوديو الفن. رجعنا بعدين يعني انا عوني الماما وهيك انه ليه لا اطلع بستوديو الفن. طلعت بستوديو الفن اول مره، واول حلقه كانت انا طبيعيه كثير لإلي، ما كان عندي جنس الخوف يعني على الكاميرا، كنت كثير عادي مبسوط عم بطلع بالعالم، يعني انه عم عادي. كانت رياكشن حلو من العالم. ثاني يوم قلب استوديو كمان ومن وقت اخذت هلا ثاني مره بلش بعدين شوي انه في شيء هون سيريس بقى بلش. ايه فرجعت كملت بستوديو الفن لحتى اخذت ميداليه ذهبيه، وبعدين خلص انه عرفت انه يعني بدي طبعا بدي كمل. ايه انه بدي كمل بالطبله، لان كنت عارف من انا وصغير انه بحب الطبله كثير، بحب الموسيقى، يعني هي الموسيقى طبعا انه يعني بالنسبه لي حياتي، عرفت كيف؟ بس الطبله كانت بعلمي خلص. يلا اوكي اني واي نسمع هيك سولو صغير حسب شو بيطلع معنا. Thank you.
لا ايه فظيع. هلا هيدي طلعت معك هيك انت وقاعد يعني طلعت معك ولا هي